الله الرحمن الرحيم. الآن الحكومة اليمينية الإسرائيلية هي حبيسة وأسيرة للجماعات اليهودية المتطرفة، فتعمل كل جهدها لتنفيذ وتلبية رغبات هذه الجماعات اليهودية، وما قاموا فيه من بطش إجرامي ضد المصلين هو إدانة لهؤلاء المقتحمين وإدانة للمعتدين للأجهزة الحكومية التي تحمي أيضا في المقابل تحمي هؤلاء المقتحمين. لم يحصل اليوم اقتحام من قبل اليهود المتطرفين، ولكن كما أعلنوا أن العيد لديهم عبارة عن أسبوع، فإذا فشلوا اليوم بالاقتحام ممكن غدا أو بعد غد يقوموا بالاقتحام من جديد. ولكن ما حصل اليوم هي جريمة نعم بحق المسلمين، لكن لم يتمكن الاحتلال رغم بطشه بالمسلمين لم يتمكنوا من إدخال هؤلاء المقتحمين هذا اليوم. نعم طيب. طيب في ظل هذه الظروف شيخ عكرمة، يعني كيف تتم الطقوس والصلوات الدينية في ظل هذه الاعتداءات؟ يعني شاهدنا توافد للمصلين أيضا في ظل ذلك، يعني كيف تسير الأمور وكيف تكون الترتيبات في ظل هذه الاعتداءات وهذه الاقتحامات؟ إن شاء الله ستقام صلاة الجمعة كالمعتاد، لأن الوفود مقبلة على الأقصى، وهذا يعني مدى تمسك المسلمين أهل فلسطين بالمسجد الأقصى. لم يمنعهم هذا الأسلوب الوحشي الذي اتبع بعد صلاة الفجر، لم يمنع الوفود القادمة الآن لصلاة الجمعة وصلاة العصر والمغرب والعشاء، وهذا يؤكد ورسالة واضحة لتمسك أهل فلسطين بالأقصى رغم الأسلوب الوحشي العنيف المفرط الذي اتبع اليوم في صلاة الفجر. كما ذكرت حضرتك شيخ عكرمة أن ما حدث اليوم جريمة بحق المسلمين، ربما تكون جريمة بحق الإنسانية، الاعتداء على المصلين والاعتداء على هذه الأماكن المقدسة وبهذه الطريقة الوحشية. يعني هل كان من المتوقع أن يحدث ذلك، ولماذا يعني قوات الاحتلال تستخدم هذا الأسلوب؟ يعني أولا ما حصل هو عن طريق الغدر والالتفاف، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المحتل الذي قال إن الاقتحامات كذبة، وهذا يريدون بذلك امتصاص غضب الناس وخداع الناس، لكن نحن لا نركن إلى تصريحاتهم وإلى مواقفهم. أما البطش الذي استعمل لردع المصلين فيما بعد حتى لا يقفوا صدا منيعا أمام المستوطنين الذين سيقتحمون فيما بعد في أيام أخرى، هذا البطش كأنهم يتصورون باستخدامه يردع المسلمين من الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. هم واهمون.